السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محترف في الترجمة المهنيات. أدت لكم في المحاضرة الخامسة في لغة الـ CSS مع الـ HTML. اليوم سوف نتعلم عن طريقة إدراج صندوق وجعل الكلام كعنوان. نقوم بكتابة border radius ونقوم بتحديد البيكسل، مثلا 20 بيكسل، ونقوم بغلق العبارة ونفتح الموقع. كما ترون الآن قد قمنا بإدراج صندوق وجعل الكلام كعنوان، ولكن لم يظهر. لماذا؟ لأن الخلفية بيضاء ولون الصندوق أبيض. نقوم بكتابة background color ونحدد مثلا صندوق red ونغلق العبارة. كما ترون الآن الصندوق ظهر وباللون الأحمر. والآن سوف نقوم بتغيير لون الكلام. وملاحظة جدا مهمة بين الكولور والفرق بين الباكجراوند كولور. الباكجراوند كولور لون الخلفية، والكولور فقط نكتب الكولور لون الكلام. مثلا نحدد بلو لون الكلام ونقوم بغلق العبارة. والآن لنرى الخلفية باللون الأحمر والكلام باللون الأزرق. كما ترون الكولور للدلالة على الكلام، والباكجراوند كولور للدلالة على الريد. وأيضا نستطيع من عمل ويت للعرض، ويت بتحديده مثلا 15 بيكسل، والهايت أيضا 15 بيكسل. ونقوم بإغلاق العبارة وبفتح الموقع ونرى ما سيحدث الآن. كما ترون أصبحت الدائرة صغيرة جدا والكلام قد ظهر. وأيضا نستطيع تكبير مثلا 40 بيكسل، والهايت مثلا 40 بيكسل أيضا. والآن نرى ماذا يحدث. كما ترون حدث عقرة وأصبحت الصندوق كشكل دائرة. نقوم بتكبيره مثلا 150 بيكسل، 150 بيكسل أيضا، ونرى ماذا يحدث الآن. وقت الآن نقوم بتغيير الهايت والويد، الطول والعرض. كما ترون أصبحت بهذا الشكل. والآن نقوم بمسح الهايت والويت، ونقوم بالكتابة أيضا border radius. نقوم بكتابة صفر space صفر 20 بيكسل مثلا، وأيضا نكتب 20 بيكسل. ونقوم بغلق العبارة. ال20 بيكسل الأولى تقصد الزاوية اليسرى، والعشرون الثانية تقصد الزاوية اليمنى، والصفر صفر يقصد بها على شكل مربع. كما ترون 20 بيكسل أصبح الصندوق 20 بيكسل وعشرون بيكسل. والآن نقوم مثلا بعمل 20 بيكسل
صفر بيكسل، وأيضا الثانية نتركها 20 بيكسل لنرى. كما ترون هذه الزاوية 20 بيكسل، ها ترون هذه الزاوية اليسرى، ونجعل هذا 20 بيكسل 0 بيكسل، ونجعل الزاوية اليمنى 20 بيكسل أو بالتحديد 20 بيكسل. كما ترون الزاوية اليمنى 20 بيكسل والزاوية اليسرى مربعة لأن 0 بيكسل. نجعل الاثنان 20 بيكسل للجمالية الموقع. وكما ترون التغييرات التي حدثت في الزوايا 20 بيكسل. وأيضا نستطيع بتحديد الويث العرض مثلا 150 بيكسل، والهايت هايت مثلا 50 بيكسل. ولنرى ماذا يحدث نغلق العبارة ونرى ماذا يحدث الآن. كما ترون هذه التغييرات فقط قمنا بتغيير حجم الصندوق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محترف الكمبيوتر للمعلومات، حدث لكم في المحاضرة الخامسة لإتمام لغة CSS مع HTML. والآن نتعلم طريقة إدراج صندوق، ويكون الصندوق ويكون شكل الصندوق شكل مثل الفوتوشوب. نكتب بوكس، آسف، نكتب بوكس شريحة، شريحة شادو، بوكس شريحة شادو، ونحدد مثلا 20 بيكسل وأيضا 20 بيكسل، ونحدد الكولور في الهاشتاج أو المربع أو الشباك، نحدد رقم اللون، وهذا اللون رصاصي كما ترون هذا اللون. والآن والآن نظهر الموقع وكيف يظهر البوكس الصندوق. كما ترون الآن الظل فقط ظهر، ولكن الصندوق ظاهر بلون الأبيض. والآن نرغب في تغيير لون الصندوق حتى يظهر كاملا. نكتب background color مثلا black، والآن أيضا تواجهنا مشكلة عندما نفتح الموقع ونرى المشكلة. نرى هذه المشكلة، الكلام لا يظهر، والكلام بلون الأسود والصندوق بلون الأسود. وعندما نرغب بتغيير لون الكلام نكتب color، فقط color تقوم في تغيير لون الكلام، color white، background color لون الخلفية، و color لون الكلام. والآن ظهر لنا الكلام بلون الأبيض والصندوق بلون الأسود، ولكن هذا لا يعتبر صندوق لأن يظهر الكلام على شكل عنوان موقع أو عنوان الويب أو عنوان أي شيء يكون. والآن نتعلم في إظهار كموقع، نكتب الويت العرض مثلا 300 بيكسل، ونظر الهايت الطول 100 بيكسل، ونقوم بإغلاق العبارة ونفتح الموقع ونرى ماذا يحدث وهل يظهر على شكل صندوق أم لا.
الآن نرى الظاهرة على شكل صندوق هكذا، وهذا هو الصندوق بوكس شادو. ونستطيع أيضا بكتابة بدل الأكواد أو بغير الأكواد بكتابة اسم اللون، مثلا جرين، نكتب جرين، نكتب جرين كما ترون أخضر، ونفتح الموقع ونرى ما سيحدث. كما ترون الخلفية اللي أصبحت خضراء، الصندوق باللون الأسود والعبارة باللون الأبيض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدت لكم في تمام المحاضرة الخامسة في لغة CSS مع HTML، والآن سوف نأخذ نوع آخر من البوكس الشادو الذي قمنا بشرحه سابقا. والآن نأخذ نوع آخر من نكتب بوكس شادو، بوكس شريحة شادو، ثم انسيت ونكتب مثلا 10 أو 15 بيكسل، وأيضا 0 بيكسل وصفر بيكسل، ونكتب كود اللون في المربع أو الهاشتاج. نكتب كود اللون مثلا، ونغلق العبارة. هذه جاءت 0 بيكسل، لأريكم ماذا يحدث في 15 بيكسل الأولى. ونقوم بفتح الموقع ونرى ماذا يحدث. كما ترون الاتجاه اتجه إلى الجهة اليسرى. والآن لنجعل 15 بيكسل 0 بيكسل، والثانية نجعلها 15 بيكسل، ونرى الاتجاه لين. كما ترون الاتجاه أصبح إلى الأعلى. والآن نكتب، نعمل 15 بيكسل 0 بيكسل، وأيضا 0 بيكسل الثالثة نجعله 15 بيكسل. واللون الرصاصي عندما كتبنا الكود. والآن نفتح الموقع. كما ترون الآن لا توجد الخلفيه، ونجعله الآن جميعهم 15 بيكسل 15 بيكسل، ونرى الموقع ماذا يحدث فيه. كما ترون هكذا حدثت في الموقع أو البوكس شادو. نقوم بكتابة تكست شادو، وأيضا من نوع الشادو، ولكن في التكست نقوم بكتابة تكست شادو، تكست شريحة شادو، ونحدد البيكسل 10 بيكسل وصفر بيكسل وصفر بيكسل، ونحدد اللون أو كود اللون مثلا 8 8 8، ونقوم بإغلاق العبارة. للتمويه أقوم بكتابة 0 بيكسل لأوضح لكم أي بيكسل ماذا يفعل، كل بيكسل ماذا يفعل. والآن نكتب الكولر لتغيير لون الكلام، مثلا نختار بلو أو براون، براون للجمالية. كما ترون الآن أصبحت الخلفية هكذا. الآن نعمل 10 بيكسل 0 بيكسل، وأيضا صفر في نعمل 12 بيكسل، ونرى ماذا يحدث. كما ترون الخلفية اتجهت إلى الأسفل. والآن نجعل 13 بيكسل
ونرى ماذا يحدث. كما ترون هكذا حدث. والآن لنجعل الثلاثة عشرة بيكسل، عشرة بيكسل، ونرى ماذا يحدث. كما ترون هكذا حدث. والآن لإضافة خلفية أخرى لهذه الخلفية الذي قمنا بإضافته، أو هذا اللون الذي قمنا بإضافته، نقوم بكتابة هذا الرمز أو الشريحة. أعتذر، نقوم بكتابة هذه الشريحة، هذه الشريحة، وثم نقوم بكتابة مثلا 10 بيكسل أيضا، أو 3 بيكسل، 3 بيكسل، و 5 بيكسل، و 4 بيكسل، ونقوم بكتابة كود اللون أو رقم اللون مثلا 000، ونقوم بإغلاق العبارة ونرى ماذا يحدث. كما ترون هكذا حدث، هكذا حدث. ولكن أنت تستطيع لجمالية الموقع أن تختار ألوان وأن تجمل الموقع. والآن لأشرح لكم أيضا في البوكس شادو، أيضا نعيد لكم في البوكس شادو انسيت 10 بيكسل، وأيضا 10 بيكسل، أعتذر، 10 بيكسل و 10 بيكسل، عشرة بيكسل و 10 بيكسل. وأيضا تستطيع في البوكس شادو في الانسيت بكتابة أيضا، نكتب أيضا نقوم بكتابة الشريحة أو الفريزة هذه، ونكتب 10 أيضا، 10 بيكسل و 10 بيكسل، ومثلا 1 بيكسل، ونحدد اللون مثلا يكون 000، ومثلا هذا اللون الأول يكون 3F، يكون أبيض. نعم. والآن لنقوم بفتح الموقع. الآن لبريكم كيف حدث. background color مثلا بلو، ونغلق العبارة ونرى ماذا يحدث. الآن اللونين أصبح الأسود، كما ترون هكذا أصبح. ولجمالية الموقع أيضا تستطيع باختيار ألوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعدد لكم في المحاضرة الخامسة لإتمام لغة CSS مع HTML، وإن شاء الله نقوم بإنهاء في المحاضرتين القادمتين، ونبدأ في شرح لغة الجافا سكريبت، أيضا تقوم بمساعدتهم في بناء المواقع أيضا. واليوم لدينا آخر إعاز في هذه المحاضرة الخامسة Word Web، أيضا تقوم بكتابة Word وبترك شارحة Word شريحة وراب مثلا نورمال نختار، ونقوم بإغلاقها، ونقوم بكتابة الويث الأرض، و300 بيكسل، ونختار الهايت أيضا
150 بيكسل. و اللي يظهر وورد وراب نورمال للنظرة لابتوب بوردر مثلا 1 بيكسل أو 1 بيكسل، ونكتب سوليد و نضرب براءة نكتب صوي ونكتب الكود اللون أو اسم اللون، مثلا اختاريت أسود، مثلا نقوم بفتح الموقع الآن ونرى ماذا يحدث. كما ترون هكذا حدث، ظهر صندوق على شكل هذا المربع.